يوم جديد وإضافي للهدنة الإنسانية القصيرة في غزة، وفي أجندته استكمال للأيام الأربعة الماضية من وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بوساطة الدول الوسيطة والصليب الأحمر. وسائل أعلام إسرائيلية قالت إن الصليب الأحمر تسلم 10 أسرى إسرائيليين من حماس في قطاع غزة. المتحدث باسم الخارجية القطرية كان قد قال إن لدى الدوحة تأكيدا بإمكانية الإفراج عن 20 أسيرا في غزة خلال يومين. على الطرف المقابل أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية بأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل الإسرائيليين سيخرجون من سجون الدامون ومجدو وعوفر، فيما أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الذي سيفرج عنهم الليلة 15 أسيرة و15 طفلا. تستمر الهدنة المشوبة بخرق لم يبطلها، وتستمر حرب التصريحات بين إسرائيل وحماس، إذ يقول عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إن الحكومة بأكملها متحدة إزاء تجدد إطلاق النار بعد انتهاء الهدنة، وبأن إسرائيل تستعد للمراحل القادمة من الحرب وتوسيع المناورة لتشمل كل قطاع غزة لمنع وجود ملجأ لقادة حماس. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أكد ذات النهج وقال إنهم يستغلون أيام الهدنة للاستعداد ولوضع الخطط لاستكمال القتال من أجل تفكيك حماس، فيما ترد الحكومة أو الحركة وتقول إن هذه التصريحات لا تعد كونها للاستهلاك الداخلي في إسرائيل. للتفاصيل ولصورة أقرب ينضم إلي من غزة مراسل الشرق عادل الزعنون، ومن القدس مراسل الشرق قاسم الخطيب. أهلا بكما عادل، أبدأ معك، أتمنى أن تكون بخير. إذن ما الجديد فيما يخص دفعة اليوم من الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم؟ هناك معلومات أنه تم تسليمهم للصليب الأحمر، هل لديك أي تفاصيل إضافية؟ نعم، يعني في هذه الأثناء وفقا لمصادر حركة حماس تتم عملية التسليم منذ حوالي 30 دقيقة للجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن حتى الآن لا نعلم أين المكان الذي يتم فيه أو تتم فيه عملية تسليم الأحد عشر إسرائيليا من المحتجزين والرهائن. وبعد انتهاء تسليمهم للصليب الأحمر سيصار إلى نقلهم لمعبر رفح الحدودي، وعلى الأغلب أن عملية التسليم تتم في جنوب القطاع، في جنوب قطاع غزة، وبالتالي نقلهم إلى معبر رفح الحدودي وفقا للآلية المتبعة، بمعنى للطاقم الأمني المصري، ومن ثم نقلهم إلى إسرائيل من خلال الطاقم المصري الإسرائيلي الذي ينتظر في الجانب المصري من المعبر. لكن بالتأكيد سنتريث قليلا حتى نتأكد أكثر خلال الدقائق، ربما خلال النصف ساعة القادمة تتضح الأمور أكثر. ما زلنا نتحدث عن 10 أسرى إسرائيليين عادل، أليس كذلك؟ الهدنة والخروقات نعم هذا صحيح، 10 إسرائيليين مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب عدد من العمال الأجانب الذين كانوا يحتجزوا لدى بعض المواطنين وبعض الفصائل كما تقول مصادر حركة حماس، ولكن أيضا لا نعرف هل هم من التايلانديين أم من غير الجنسيات. نعم، طيب عادل أسألك أيضا عن ما وصفته حماس أو ما وصفه القسام بخروقات للهدنة، أيضا لو تقدم لنا تفاصيل عنها وكيف يعني تنعكس على الهدنة وعلى جهود أيضا تبادل الأسرى حتى اللحظة. هناك العديد من الخروقات، ثلاث مرات سجلت خروقات اليوم في مناطق مختلفة في قطاع غزة، ربما كان الحدث اللافت والأبرز في شمال القطاع ومنطقة الشيخ، عندما تجمع عشرات المواطنين حاولوا العودة إلى السودانية، وذلك أبراج الكرامة في شمال غرب مدينة غزة غرب القطاع، لكن الجيش من دباباته أطلق النار تجاه هؤلاء المواطنين، وفي ذات الأثناء أطلق عناصر من كتائب القسام الرصاص والنيران باتجاه هذه القوى
نعم. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بعادل، أنتقل للقدس وقاسم من هناك. قاسم أيضا يعني أسألك عن الاستعدادات للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ونترقب الإفراج عنهم في أي لحظة، وكنا نتابع هذه الصور المباشرة أيضا من أمام سجن عوفر. هل من جديد وفقا للمعلومات المتوفرة لديك؟ يعني من المفروض أن يكون الأسرى الفلسطينيين قد وصلوا إلى سجن عوفر. حاليا هناك انتظار لإتمام نقل الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في رفح، وفق الصور التي وصلت قبل قليل من بعض الأشخاص المتواجدين في المكان هناك، وبالتالي مع استلام المختطفين الإسرائيليين ونقلهم إلى الجانب المصري، على ما يبدو ستبدأ عملية التسليم في سجن عوفر من جهة، وبالنسبة للأسرى والأسيرات المقدسيات من سجن المسكوبية في القدس. وبالتالي من المفترض أن تمر هذه العملية دون أي إشكاليات خلال ساعات النهار. لم تسجل أي إشكالية في هذا الموضوع، والمتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن تقوم حركة حماس بنقل لائحة من 10 أسماء إضافيين ستقوم بإطلاق سراحهم يوم غد، مقابل إطلاق سراح 30 أسيرة وأسير فلسطيني جديد. نادي الأسير الفلسطيني يقول عن دفعة اليوم أنه تتضمن 15 أسيرة و15 طفلة. قاسم، صحيح الموضوع لا يتعلق، يعني لا يتعلق بصفقة اليوم عمليا أو بنبضة اليوم من صفقة تحرير الأسرى. الموضوع حاليا هو له علاقة بالأيام الإضافية التي يدور الحديث أن هناك موافقة مبدئية من حماس ومن إسرائيل لتمديدهم بعد يوم الأربعاء، بمعنى أنه ستكون هناك دفعة أيضا يوم الخميس ودفعة أخرى يوم الجمعة. من الممكن في نهاية أو حتى مساء يوم الجمعة أن يتم إطلاق سراح 100 إسرائيلي مقابل إطلاق سراح 300 أسير فلسطيني. هذه التفاهمات المطروحة حاليا، يقال أن هذه التفاهمات تم التوصل إليها اليوم في قطر في اجتماع ضم رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس CIA الأمريكي، بالإضافة إلى المسؤول عن هذا الملف في الحكومة القطرية، وأن هناك موافقة إسرائيلية حول الموضوع، بالإضافة إلى موافقة من حركة حماس. عمليا تأكيد اليومين الإضافيين هما ربما العنوان الأساسي لهذه الليلة فيما إذا تم الموضوع حتى النهاية. بالتوازي لدينا في نفس الوقت قاسم لابد أن أسألك عن قبل قليل مراشة، نعم، أن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة بعد هذه الأيام. بالضبط يعني رئيس أركان الجيش كان يقول أنه في استعدادات لمواصلة القتال، نستغل التوقف لتعزيز الجهوزية وأقرار خطة عملياتية. كيف نفهم هذه التصريحات المتواصلة؟ لنقل كذلك، ما صرح به اليوم وزير المجلس الحربي الإسرائيلي بيني جانس بأن العملية ستستمر هو الخط الأساسي الموجود داخل إسرائيل. طبعا يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يتخذ قرارات أخرى مقابل ربما عروض أخرى، ولكن حتى هذه اللحظة هذا الخط هو الخط السائد داخل مجلس الحرب وداخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. داخل مجلس الحرب المقلص هناك نتنياهو ووزير الدفاع جالنت وجانس، على ما يبدو هناك أغلبية أو إجماع حتى داخل هذا المجلس على أن العملية العسكرية يجب أن تستمر. المستوى العسكري يضغط باتجاه فتح الجبهة الجنوبية الشرقية في قطاع غزة. هناك ربما خطوط أمريكية حمراء واضحة بالنسبة لموضوع القتال في تلك المنطقة، وعلى ما يبدو جزء من زيارة بلينكين هذا الأسبوع أو يوم الخميس بعد غد إلى إسرائيل سيتعلق أيضا بالشروط الأمريكية لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جنوب شرق قطاع غزة، خصوصا وأن هناك ما يقارب من 2 مليون فلسطيني، سواء القاطنين هناك بشكل دائم أو النازحين من شمال قطاع غزة.
سنستدل بكل تأكيد من هذه المعلومات على الكثير من النقاط التي سنطرحها في النقاش خلال هذه الحلقة. أعتقد أنه عادل عاد جاهزا معنا، عادل من قطاع غزة. إذن عادل، أسألك ربما عن الوضع الإنساني الآن، يعني بعد تمديد الهدنة خلال كل الأيام، أيام الهدنة التي مرت، واليوم مثلا الهلال الأحمر يصرح يقول إسرائيل تمنع دخول شاحنة وقود إلى شمال غزة، كيف تصف لنا أيضا الوضع هناك؟ يعني لهذا صحيح، لا زال الجيش الإسرائيلي على طريق صلاح الدين الرئيسي، الحاجز الذي يقيمه الجيش عند مفترق الشهداء عند الجسر وادي غزة يمنع دخول هذه الشاحنة، ولكن الترتيبات تجري والتنسيق مستمر من أجل إدخالها، على اعتبار أن عدد قليل خلال الأيام الماضية من شاحنات الوقود قد دخلت إلى غزة وشمال القطاع، ونحو 160 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية فقط هي التي تمكنت من الوصول إلى مدينة غزة وشمال القطاع. لكن ميراشا، ربما من المهم حدث لافت كان هذه الليلة وقبل قليل فقط، العرض العسكري الذي تقيمه حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وهي المرة الأولى منذ بداية الحرب عشرات المسلحين يحملون أسلحة مختلفة وبعربات وبسيارات جيب في رفح، سيارات جيب رباعية الدفع، ويقومون بالتجول ضمن هذا العرض العسكري في الشوارع الرئيسة على طريق صلاح الدين والشارع الغربي في منطقة رفح في مدينة رفح. هذا بالتأكيد منظر لم يألفه الناس منذ بداية الحرب وحتى الآن، وعلى اعتبار ما الرسالة التي يراد عسكري وكأنه أو تراد لا توجد حرب وكأن الأمر. نعم، هذا هو المهم في الأمر، أن الحركتا حماس والجهاد على ما يبدو أرادتا توجيه رسالة أن المقاومة، فصائل المقاومة لا زالت على حالها بقوتها، وأنها تستطيع تجميع قوتها، استجماع القوة، وأن الضربات الإسرائيلية بكل عنفها وبكل تدميرها وبكل دمويتها لم تستطع كسر أو تدمير قوة حركة حماس والجهاد، وبالتالي جاء هذا العرض العسكري المنظم في هذه الأثناء، لازال مستمرا في رفح، وتجوب السيارات العسكرية بعشرات المسلحين شوارع رفح. شكرا جزيلا لك عادل، إذا سنبقى بالمتابعة ونعود لك في مداخلات لاحقة. ابقى بخير عادل الزعنون مراسل الشرق من قطاع غزة، وأشكر أيضا قاسم الخطيب مراسلنا من القدس، شكرا جزيلا لكم.